في موضوع ودي اني اتكلم فيه، تسمحي لي؟ اكيد اكيد تفضل. اوكي. اعزائي اللي جرحوا واللي غدروا واللي كذبوا واللي خانوا واللي طعنوا واللي سببوا كل اسى حق الناس، اعزائي ابيكم تعرفون شيء، لا يحق لكم استباحة العودة في حياة من تجرحون متى ما شئتم. فرقتك عيد كلها وانت بعيد، وحتى وان كانت لكم غلات في يوم من الايام فهي انتهت بسبب الكذب والغدر. في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين مبقوش بيبتكروا. فانتهت كل العلاقة اللي بيننا وبينكم، وحتى ان كنا احنا وقت قربنا منكم مليانين وفا وحب. المصيبة معاكم تدرون شنو؟ بأن ما فاد فيكم أي نوع من أنواع التحذير، الزعل، التجريح، ما فاد فيكم حتى البعد، ما فاد فيكم بأن احنا سكرنا بابكم. على بنا الوقت كفيل بشفاء القلوب. سلامتك، سلامتك ومليون سلامة. في شيء لازم ينعرف، أنت لما تبني أي علاقة مع أي إنسان بالدنيا فأنت كمان قاعد يستثمر في بنيان، تبني هذا المكان، تبني من بعد ما يخلص البنيان تبدي تجمله بأجمل شكل، تبدي تستثمر فيه أكثر، يبدي كل مكان وكل زاوية بهذا البنيان تتكلم عن ذكريات حلوة وعن عشرة جميلة. تي بعدها بفترة ما تهتم بهالبنيان، أكيد بتخاذل وبتكسر وبغرق، ما راح تنظفه، أكيد بيكون شكله متسخ وما منه فايدة. من بعدها بعد ما تهدمه تبتي تعيش فيه مرة ثانية وكأن شيئا لم يكن، هذا غير مسموح. للأسف احنا اليوم موجودين في زمن الناس تندد بالوفا وهم ما يعرفونه، الناس تتكلم عن المعنى الصحيح والصريح للمحبة وهم ما جربوها، الناس اللي جاية تتكلم وتستنكر الاستغفال هم أساسه، والناس اللي جاية تبلى وتقول أنا كذبوا علي، بالضبط اللي قاعدين يطبقون مقولة ضربني وبكى سبأني واشتكى، أهم طعنوا أهم كذبوا أهم خانوا أهم تبلوا أهم سووا النون وما يعلمون وسووا هذا كله، وعقبها جاي لنا بكل بساطة يقولون هل تسمح بعودتي في حياتك أرجوك؟ أشوفك وكأنك كتاب قديم قريته وما استمتعت فيه، وحتى نهايته كانت أقبح من عنوانه. أشوفك كتاب لا أود حتى أني أرشح لأي أحد ثاني أنه يقرأ. تدرون شنو مصيبتكم أنتوا يلي تجرحون وتطعنون وتخونون وتشذبون؟ مصيبتكم وحدة، وأتمنى أعزائي أني أقدر أوضحها بأفضل طريقة ممكنة، وراح أقولها وأتمنى أن أنتوا تستوعبونها، لأن هذه آخر مرة أتكلم مع فئة على شاكلتكم. مشكلتكم عبالكم بأن الناس اللي تهدونهم أنتوا وتختفون عن حياتهم، حياتهم يحوشها ستوب بوز، توقف ما تتحرك، عبالكم انهم يغنون ابد على حطة يدك، عبالكم انهم قاعدين ناطرينكم متى تردون علشان ترجع الحياة لهم. ظنيتوا وللأسف ظنكم مو في محلة، بأن انتوا مهمين لدرجة بأن حياة الناس اللي تتركونهم ممكن ان هي تنهدم على راسهم بمجرد غيابكم. نسيتوا بأن الله كريم، نسيتوا بأن الله كبير، نسيتوا بأن المظلوم في يوم من الأيام إذا رفع إيده حق رب العالمين وردد يا رب كثر ما انجرحت طيب خاطري، يا رب كثر ما انظلمت وفقني، يا رب كثر ما كسروا فيني، يا رب كثر ما كسروا فيني، يا رب كثر ما كسروا فيني، ارفع راسي ووفقني. ولا قاعد ادعي عليكم ولن ادعي عليكم، بل بدعي لي. نسيتوا ان احنا ممكن انتشافه؟ نسيتوا ان احنا ممكن نقوم على ريلنا؟ نسيتوا ان ورانا رب كريم، ورانا ربع يحبوننا، ورانا أهل يدعموننا، ورانا أصل في هذا القلب وساس، ورانا عقل يعرف وين باب الخلاص. فأنا آسف 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 على نفسي لأني فتحت لها باب مرة ثانية في طاريكم، وآسف آسف آسف لنفسي بأن الكتاب السيء اللي يذكر اسمكم رديت سحبته من المكان اللي مغبر فيه علشان بس أحطه بمكان أحسن. اليوم إلى كل من غدر وطعن وكذب وخان، يسعدني أقول لك لا مكان لك في قلبي، ولا تحاول ولا تفكر.
لأنك نسيت أن الله يمسح على القلوب، ونسيت أن احنا ممكن نطيب ونتداوى، ونسيت أن احنا ممكن نوقف على ريلنا. علشان كذي أنا موجود اليوم أقول لك شيء واحد، إن كنت ناسي اسمح لي أفكرك.